السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، وفيديو النهاردة طبعا من احلى الفيديوهات اللي الناس كلها هتحبها جدا جدا، وهو تخليل المخلل بتاع البصل زي المحلات بالظبط، ويمكن احلى كمان، وهنخلله في البيت طعم احلى وكمان بجودة كويسة، وهنبقى ضامنين احنا عاملينه ازاي وهيتخلل قدامنا، وكمان ازاي هنحافظ عليه من السنة للسنة يفضل عندنا زي ما هو بنفس الطعم وبنفس القرمشة وبنفس حلاوة مخلل البصل اللي احنا بنشتريه من بره. هنعمل ايه؟ انا هنا جايبة كمية من البصل، انا على حسب البرطمانات اللي عندي فانا هعمل، لكن انا هنا جايبة كمية من البصل كبيرة، هعمل معاكم برطمان واكمل الباقي لوحدي. البصل ده بصل قديم، يعني بصل بتاع السنة اللي فاتت. زي ما انتم شايفين اخترت البصلاية اللي حجمها صغير بالشكل ده، حجمها حلو، مش هتاخد معايا وقت في التخليل وهتفضل زي ما هي، متقلقوش خالص. البصل القديم دايما بيكون حلو جدا جدا، وهخليكم ازاي تعرفوا ازاي البصلاية بتاعتنا تفضل مقرمشة وحلوة، وكمان ما تعملش ريحة في المطبخ ولا ريحتها تغير ابدا. هنحتاج كده كمية من البصل زي ما يكون عندنا، هحتاج معلقتين كبار من السكر، هيدوا قرمشة للبصل تحفة تحفة تحفة، كمان هتحافظ على البصل بتاعنا وهيفضل زي ما هو. عندي هنا بقى كوباية من الملح على حسب حجم البصل، كمية البصل اللي انتوا هتعملوها، فانتوا هتضيفوا ملح، انا هضيف كوباية كبيرة زي ما انتوا شايفين لان ده البرطمان بتاعي. البرطمان بتاعي كبير شوية، هياخد حوالي 1.5 كيلو من البصل، فاحنا هنشوف مع بعض دلوقتي. عندي بقى هنا كمان مية من الحنفية عادي جدا. يبقى كده البصل، معلقتين كبار من السكر، وكوباية من الملح، والبرطمان اللي احنا هنخلل فيه البصل بتاعنا. يلا بينا. اول حاجة هعملها هنا، انا هاخد بقى البرطمان بتاعي وهضيف البصل زي ما هو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين كده ضفت كمية حلوة من البصل. قبل ما هبدأ بقى واملى البرطمان هضيف كده معلقتين السكر علشان مبليش البرطمان للآخر، ومعرفش احط الملح والسكر بتاعي بسهولة، وهضيف كمان عليهم كوباية الملح. يعني ضفنا كده كوباية الملح ومعلقتين السكر، هنرجع بقى نكمل على البرطمان بتاعي. زي ما قلت لكم على قد ما البرطمان بتاعكم ياخد، انا البرطمان ده هياخد معايا 1.5 كيلو من البصل، هاخد معايا كمية بصل كتيرة، ده لان البصل عندي حجمه صغير شوية. تمام كده، اختار كده بصلتين ثلاثة حجمهم صغير. بقيت كده انقي كام بصلاية صغيرة بحيث ان هي تدخل جوه وش البرطمان. خلاص كده هاخد بقى ميه، هبدأ اني اصبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش هملى للاخر، قبل ما هملى للاخر هقفل البرطمان بتاعي الاول. قفلت بقى البرطمان زي ما انتوا شايفين كده قبل ما اكمله بميه، وده علشان اعرف ارد البرطمان بتاعي كويس. لازم ارج البرطمان كده كويس علشان يدوب كل الملح اللي موجود جواه كده. بصوا كده بقى دوبت الملح كله وما بقاش فيه ملح، هفتح البرطمان تاني بالشكل ده. وهرجع بقى اكمل ميه لحد البرطمان ما يتملي خالص. انا بس كنت سايبه فراغ علشان اقدر ادوب البرطمان الملح اللي جوه البرطمان. وبعدين بقى هقفل البرطمان بتاعي وهسيبه من 10 ل 15 يوم، مش اقل من 10 ايام، علشان البصلة بتاعتي تتقشر معايا بكل سهولة، والبصلة تفضل مقرمشة وتفضل حلوة وتقعد معانا من السنة للسنة، ونقشرها بقى بسهولة جدا جدا، ونرجع نضيف عليها كل الخلطات اللي احنا عايزينها. زي ما انتوا شايفين كده شكل البصل من جوه، هسيبه بقى وارجع افتح عليه بعد 10 ايام.
رجعنا مع بعض تاني بعد 10 ايام من عمايل المخلل بتاع البصل بتاعنا، او من نقع البصل بتاعنا جوه المحلول الملح. زي ما انتم شايفين كده لونه اتغير، حتى لون المية كمان اتغيرت. تعالوا نفتحه مع بعض ونشوف هنعمل فيه ايه تاني. وده شكل البصل بتاعنا، وده كمان لون المية. زي ما احنا شايفين البصل منقوع جوه المية، البصلة بقت طرية شوية والقشر بقت، بصوا تقشر معايا بسهولة جدا، وحتى كمان لون البصل بتاعنا بدأ يتغير. ربي يكون واضح لكم. ايوه زي ما انتم شايفين كده، هو كده بشكل واضح. انا بس بسكينة هنشيل البوز ده وهنشيل الحرف ده، ان هو دلوقتي كده بصوا بيتقشر معايا بكل سهولة. يعني احنا مش هنحتاج ان احنا نستعمل حتى السكينة، غير بس في اننا نقطع الحروف دي والجذور بتاعة البصل ده. هفضيه معايا الاول دلوقتي ببولة ونشوف مع بعض هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده لون المية اتغير بقى عامل كده. كنت حابة اوريكم بس لون المية بقى شكله عامل ازاي قبل ما ارميها، ودلوقتي هرميها وهرجع لكم تاني. تمام كده صفيت المية وشطفت البصل كمان، وجبت بقى السكينة بتاعتي وجيت علشان ابدأ في تقشير البصل. جبت طبقة كده علشان اقشر فيه. اول حاجة هعملها ان انا هشيل القشرة دي لوحدها، هي بتتشال بالشكل اللي انتم شايفينه ده. لو حابين نشيل اول طبقة من البصلاية بتاعتي دي تمام، مفيش اي مشكلة، ممكن نشيلها عادي. يعني الطبقة الاولى دي مثلا، بس هي بتبقى عادي مفيش مشكلة لو سبناها، هي بصلاية خلاص. زي ما قلنا القشرة الاولانية اتشالت، فخلاص قشرنا البصل. بعد ما شلنا القشر بايدينا هو بيتشال لوحده، مش هتحتاج ان نستخدم السكينة علشان خاطر تشيلوه. هشيل بقى الجزء اللي في اخر البصلة، وهشيل الجزء اللي في البداية. بقيت البصلايه اتقشرت معايا بكل سهوله. تعالوا نعمل مع بعض واحده كمان. زي ما قلنا القشر بيتشال معانا، اول طبقه دي بتتشال بكل سهوله ببساطه جدا جدا. بقشرها كده، بقطع الجزء ده وبقطع الجزء اللي فوق، والبصلايه اتقشرت معايا. ولو في حاجه زي كده وحابين نشيل اول طبقه دي مفيش اي مشكله نشيلها. ايدي البصلايه تاني كمان بصلايه. هعمل ايه؟ هشيل القشره بالشكل ده كده، هقطع الجزء اللي فيه الجذور بالشكل ده. بقت البصلايه ممكن اسيبها بالشكل ده زي ما هي مفيش اي مشكله، وممكن اعمل كده. خلص كل الكمية وارجع لكم تاني. رجعنا تاني مع بعض بعد ما خلصت كل كمية البصل وقشرتها بالشكل ده وغسلتها كويس جدا واتأكدت من نظافتها، واتخلصت من كل السواد اللي بيكون موجود في البصل. لما تيجوا تعملوا البصل هتشوفوا السواد ده موجود على البصلاية نفسها من جوه. وجهزت بقى المكونات الباقية اللي انا هستخدمها في تخليل البصل. استخدمت هنا جزر مبشور، حوالي 3 جزرات مبشورة، وملح، في هنا ده العصفر اكيد كلكم عارفينه، هتجيبوه من عند العطار وتقولوا له عايزين عصفر بيكون شكله كده. تعالوا نشوف بقى باقي المكونات بتاعتنا. عندي هنا معلقه من الكركم، وعندي ورق من اللور او ورق الغار زي ما بتسموه، يبقى اسمه ورق لور او ورق غار، بيدي طعم حلو جدا للمخلل وكمان نكهه كويسه. عندي معلقتين كبار من السكر، هيدي البصل بتاعنا جرشة وهيفضل مخليه زي ما هو ويحافظ على الجرشة اللي موجودة جواه زي ما هو لفترة طويلة جدا. عندي هنا معلقتين كبار من حبة البركة، بقى استخدمنا 3 معالق من العصفر ومعلقتين كبار من حبة البركة ومعلقتين من السكر. عندي معلقتين كبار من الفلفل الحار المفروم، يعني الهريسة بتاعت الفلفل بتاعتي، كنا عملناها قبل كده في فيديو على القناة، هسيبه لكم في صندوق الوصف. عندي كمان هنا 1/4 كوباية من الخل، خل الابيض العادي. اول حاجة هاخد الجزر بتاعي افضيه كله على البصل، وهاخد كمان ورق اللور، هسيب كده كام ورقة احطهم في ارضية البرطمان، وهاخد كمان
حبه البركه بالشكل ده كده، وهاخد العصفور بتاعي لونه جميل وشكله جميل جدا، هاخد معلقه الكركم بتخلي البصل لون حلو قوي، كمان بيستخدموها في الزيتون برضو بتخلي الزيتون حلو جدا جدا كده. بس اول دي الحاجه الاولانيه اللي احنا هنعملها، دي اول خطوه كده بعد ما قشرنا البصل ضفنا كل المكونات الجافه دي على البصل بتاعي. هنعمل ايه تاني؟ هنركن بقى البصل بتاعي كده على جنب، وهنجيب الميه بتاعتي. عندي هنا 2 لتر من الميه المغليه البارده، ميه مغليه بارده. ليه ميه مغليه بارده؟ علشان هي هتخلي البصل بتاعي يقعد او يعيش فتره اطول، كمان البصل الابيض اللي احنا استخدمناه ده بيعيش فتره اطول، والبصل القديم يعني البصل بتاع السنه اللي فاتت بيقعد فتره اطول من البصل الجديد، وكمان بيقعد فتره اطول من البصل الاحمر، يعني البصل الابيض بيعيش اكتر من البصل الاحمر. اول حاجه هعملها بقى هنا على الميه بتاعتي ان انا هضيف ربع كوبايه الخل، كمان هضيف معلقتين الهريسه، اقلبهم كويس. كل لتر بقى من الميه بياخد 5 معالق من الملح، يعني كل لتر ميه هياخد 5 معالق ملح، يعني كده حوالي معلقه ونص، لان المعلقه دي مليانه زياده عن اللزوم. بالشكل ده واقلب، حطيت 5 كده، وهضيف كمان بس هقلل الميه الاول دي في البرطمان، وبعدين هضيف باقي كميه الملح لان الميه مليانه قوي. دوبنا الملح بالشكل ده كده وخلاص، ان خدت 5 معالق بس من الملح. هاخد بقى البصل بتاعي والميه كده على جنب، ونجيب البرطمان علشان نبدا نعبي. قبل ما نبدا الاول نعبي طبعا محتاجين نقلب كل المكونات دي، انا هقلبهم بقى بالشكل ده، اسهل طريقه تقلبوا بيها كل المكونات علشان تختلط هي انكم تحركوها بالشكل ده كده، اختلطوا مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وهنجيب البرطمان بقى علشان نبدا نعبي. هجيب البرطمان بتاعي احط فيه ورق اللور اللي انا قلت هسيبه حطه في ارض البرطمان، حط كمان فيه عودين كده من الكرفس متقطعين بالشكل ده، بيدوا ريحه حلوه جدا جدا. واحط فيه برده كمان كام من الفلفل الاخضر يدوا لون، واحط برده كام قطعه في بقيه البرطمان. هنيجي بقى هنا للبرطمان بتاعنا، هنعبي شويه كده، دي الخلطه بتاعتهم، عايزه اقول لكم ريحه الخلطه كده جميله جدا جدا. هجيب بقى كده الميه او محلول الميه بتاعي، وهبدا ان انا افضي بالشكل ده، حطينا شويه كده، هرجع اضيف بقى 5 معالق الملح على بقيه الكميه دي، وارجع نكمل مع بعض تاني. ضفت كميه كبيره من الملح يعني بقيه ال5 معالق كده بالشكل ده، وقلبتهم كويس لحد ما اختلطوا مع بعض. هاخد بقى كده بقيه البصل بتاعي وابدا ان انا اعبيه. انا هنا استخدمت البصل كبير الحجم، وهعمل برطمان تاني يكون فيه البصل الصغير. خلاص بقى بعد ما عبينا البصل هنبدا اننا نزود الميه بتاعتنا كده، وهنسيب شويه بالشكل ده كده علشان هضيف السكر، وهضيف كمان ربع كوبايه من الخل. على الوش بقى كده هضيف معلقتين السكر، وهضيف كمان ربع كوبايه الخل الابيض، وهحط كده كام قطعة من الفلفل الاخضر، نقفله كويس. ده شكل البرطمان، شكله حلو قوي، هرج بقى كويس كده علشان كل المكونات تختلط مع بعضها. وده كان شكله كده حلو قوي قوي. عملنا كده الطريقة الاولى، وانا بعمل الطريقة الاولى حاولت ان انا اختار البصلاية الكبيرة في الحجم،
وسبت البصل الصغير علشان اخلله كله مره واحده مع بعضه، مفيش واحده فيهم تكون موجوده مع البصل الكبير وتتهري وتكون استوت يعني قبل البصل الكبير ما يستوي وتتهري ما بينهم. فقررت ان انا اعمل البصل الصغير ده لوحده في برطمان، فكانت الكميه عندي كبيره برضو مش صغيره، فاحتجت هنا بس معلقتين من الهريسه. انا هعمله البصل يكون ابيض، ما يكونش معاه اي اضافات من اللي انا ضفتها في البرطمان الاول، يعني طريقه تانية لتخليل البصل. خدت معلقتين برضو من الهريسه ومعلقتين من السكر، وهو ده بس اللي انا هحتاج اضيفه على الميه والملح. كان باقي طبعا معايا في بدايه الفيديو ميه من المحلول بتاعي زي ما شفنا في البدايه، كانت بالشكل ده. كملت عليها وضفت عليها 7 معالق ملح لان كان باقي لسه ميه بملح عندي. هضيف عليها برضو كده معلقتين الهريسه بالشكل ده، وهجيب البطانات بتاعي هضيف فيه كميه من المحلول ده كده. طبعا انا عندي السكر بضيفه اخر حاجه، هضيف عليه برضو ورق لور حوالي 4 ورقات كده، ولو في حبهان برضو بيكون تحفة جدا، بيخلي المخلل بتاعي طعمه رهيب رهيب بجد. هضيف بقى كل كمية البصل كده، وده بيكون المخلل الابيض، بيسموه المخلل الابيض، بيكون سادة بنشتريه سادة كده، بس انا بضيف له هريسة حمراء علشان تديله لون حلو كده. وكمان ضفنا معلقتين كركم او معلقه كركم صغيره كده، بس مفيش عينا نضيف المره دي. كده استخدمت كل كميه البصل، هجيب بقى عليها الميه بتاعتي ومعاها الهريسه. عايزه اقول لكم ان الهريسه دي مفروم معاها توم، فانتوا ممكن تضيفوا فصين توم لو عاملين الهريسه دي لوحدها بالشكل ده كده. بضيف بقى عليها معلقتين السكر برضو، بديها كده تقليبه كده، وبنقفل البرطمان على كده. بس كده بنقفل البرطمان، وبرضو باخد البرطمان بقلبه بالشكل ده علشان كل المكونات بقى تختلط مع بعضها. ده كده نوعين البصل اللي عملناهم. هنا كمان كان في كام بصلايه من البصل الاحمر، عادي مفيش مشكله، بس هو مش بيعيش يعني، احنا ممكن نفتح البرطمان ده الاول ونسيب البرطمان ده يقعد فتره اطول عندنا. هناكل امتى من البصل ده بقى؟ ودي اهم حاجه، ناكل منه بعد اسبوع بالظبط، تقدر تفتحه عليه وتاكله منه. اهم حاجه لما نيجي نفتح على البصل، ودي حاجه مهمه جدا، ما نستخدمش ايدينا في ان احنا نطلع المخلل من جوه البرطمان، لان ده بيسبب عفونه للمخلل ايا كان نوع المخلل. فاحنا نستخدم معلقه، سواء معلقه بلاستيك او معلقه معدن او اي نوع من المعالق او كبشه، نجيب بيها المخلل من جوه البرطمان، لان المخلل لما بنجيبه ايدينا بيعمل عفونه بسرعه وبيبوظ ومش بيعيش خالص. ده كده نوعين المخلل اللي احنا عملناهم مع بعض. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.